هلا هو معرض رغم الظروف اللي مرقت على سوريا خلال هالفترة، تمام، هو معرض كتير حلو انه نرجع نشتغل من اول وجديد. يعني رغم الظروف اللي عم تمر فيها سوريا، نحن ساعتنا هون صامدين عم نشتغل، ما رح نطلع من هالبلد. هلا نحن هون ضمن المعرض مشاركة حلوة، عم نتعرف على الشركات، عم نشوف الشركات اللي مثلا من حلب، من اللاذقية، من طرطوس، تمام، فبنتعرف عليهم. بالمجال نحن شغلنا هو من نحن مجموعة أدلة تابعة لوزارة الصناعة، غرفة الصناعة دمشق وليفا، غرفة صناعة حلب، حمص، حما، بالإضافة كدليل تجاري تابع لغرفة التجارة، عندنا كمان كدليل طبي تابع لنقابة الأطباء، دليل هندسي تابع لنقابة المقاولين. فنحن هون عم نكون كصلة وصل وتواصل بين الصناعيين والتجار، في شيء بيخدم السوق الداخلي لداخل سوريا، في شيء بيخدم السوق الخارج اللي بيحب يصدر لخارج سوريا. فنحن من هيدا المبدأ تواجدنا عم يكون صلة وصل للصناعيين والتجار، أو فيك تقول ربط مجانا للصناعيين والتجار.